هلا عم تزقفوا له نصيف، يعني انه معتبرين انه نصيف صوته حلو؟ انت نصيف تعتبر صوتك حلو؟ والله يا اخي عم حاول اكون. طب رح سامعك، معلش رح سامعك حدا كون قد الحمل. انا عم بغني لك بس انه معلش بدك كثير شغل. يلا مش غلط. شوف شوك عليك وعلي انتظرتي منه فيا، قالوا ما في فرحة بتكماها، جملات وصرتي بنداي وليلي ليلي الحلا نائلي، عيونك بفكر غزلان وعيونك بتغلي غالي، ما فيش تمنيتو ولو فيك لقيتو حب صلاحيتو أبدي أبدي. انا بدي اوجه له تحيه والله العظيم. شاب اسمه بلال بحبك. تحياتي يا بلال، ثانك يو. انا بحبك وبتشكرك. لا عن جد تعال فكر فيها، هيدا من المحبه. حتى شايف قديش المحبه محمد من الله يا زلمه. الحمد لله، يعني حتى شوف هالجرأة اللي حتى صورها وعارف حاله. بس جريء بلال انه لا جريء نصيف. بيك خلقان الأشرفية؟ مواليد الأشرفية. مواليد الأشرفية. نعم. وعاش فترة طويلة هناك. نعم. وراح. نعم. واليوم أنت ساكن الأشرفية. نعم. بي ليك أنا. شو أنا بوجه له تحية بابا، هلا أكيد بكون بيحضرني. بابا والماما ونانسي وأنس، أنس معنا هون كل عائلة بوجه لهم تحية. بي مواليد الأشرفية، خلق وتربى هون بالأشرفية، بعدين رجعوا على سوريا. ايه. هيدي أنا هلا ساكن بالأشرفية كمان، في إلى ذكرى. وبي أول سيارة اشتراها كانت جيب رانجلر، وأنا أول سيارة اشتريتها فعليا جيب رانجلر. هو اشتريها عيام القوات يعني. ما بعرف سوريا عم بحكي. بسوريا. ايه بسوريا مش هون. لا بسوريا، لأنه يعني الرانجلر كانوا للقوات. بالله بركي أخذها سكن ده أو القوات. لا اشتراها ما بعرف بسوريا. مبسوط بالعيشة بالأشرفية؟ ايه حلوة. حلو. ضجة ومضجة. بس شو بدك؟ إلا رونق، إلا طابع خاص الأشرفية بس تعيش فيها. ها؟ أكيد. بدي أرجع أسألك، شو الألبوم الرقمي يلي بينجح؟ شو الرقمي يعني؟ كيف بينجح ألبوم رقمي؟ يعني أنا عملت ألبوم 100% رقمي، يعني 100% ديجيتال. ديجيتال. ما في سي دي. نزلت. ما عملت مبيع سيديات. فيك تشتري من تعملوا داونلود تسمعوا من انغامي، من اي تيونز، من ديزر، من سبوتيفاي. هلا مش عاملين منه ولا نسخه سي دي؟ لا هارد كوبي ما في. ما في. نو. والله سلبت لا روحي، عني والله وزودت روحي مثل الطير المذبوحي اللي بيرقص من عذابه، صوت ربابة يبكينا هونك يا بابا، وعنينا يذكر عني بعنينا يوم البارك تحبابة، عيني يوم البارك تحبابة. دمعة من عينك شيل والبي بكي كيتان، شيلي هالدمعة والبي بكي كيتان. ايه وشو ما صار علي، انا موجوع كل الاوقات الصعبة انا داودو. شو ما صار علي، انا حبك موجوع كل الاوقات الصعبة انا داودو. Yeah.
هلا سلامتكم. الله يا ابو الياس.